السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. اليوم رح نبلش بدرس رقم 6، تمام، اللي هو الدرس السادس من تعليم كلمات اللغة الألمانية. واليوم رح نكمل آخر درس عن وصف الناس اللي هو منشن بش غايبن، تمام. رح نكمل آخر درس عن وصف الناس اللي هو منشن بش غايبن، تمام. وفي عنا كمان Gefühle und Persönlichkeiten اللي هو المشاعر وصفات الشخصية، تمام. هلا رح نبلش ان شاء الله هذا الدرس. مثل العادة رح احط لكم الصورة وحط لكم الكلمات اشركن عليها واحدة واحدة ونحكيهم ونقولهم مشان نسمعهم كيف بينقالوا لفظ، تمام. الله يخليكم، كل من عم يشوف الفيديو جديد كمان لا تنسى تشترك بالقناة، أو لا تنسى تشترك بالقناة وتعملون لايك وتشاركوا الفيديو، بتشكركم. يلا خلينا نبلش، تمام. هلا عنا أول كلمة مثل ما كن شايفين هون، تراوغي تراوغي، مثل ما حكينا آخر شيء حرف الجي باللفظ إخ، تراوغي تمام يعني حزين. اللي بعدها gestresst، gestresst يعني تعبان، مجهد يعني من كتر الشغل والكذا، مجهد مثل ما كاتبين هون شايفين انه تعبان. يلي بعدها verärgert، verärgert هي معناتها انه متضايق يعني مزعوج. يلي بعدها wütend، wütend هي معناتها انه غاضب، تمام. يلي بعدها eifersüchtig، eifersüchtig معناتها غيور، انه حدا غيران غيرة. يلي بعدها verängstigt، verängstigt هي معناتها انه في شخص خايف يعني، تمام. يلي بعدها nervös، nervös معناتها متوتر، انه حدا متوتر. يلي بعدها müde، müde يعني تعبان، شخص تعبان، نعسان، تعبان من الشغل كذا. لا لا لا، اللي بعدها angeekelt، angeekelt معناتها مشمئز، انه حدا هيك مشمئز. يلي بعدها dickköpfig، dickköpfig معناتها انه حدا عنيد، شخص عنيد. يلي بعدها gelangweilt، gelangweilt معناتها انه حدا ضجران هيك، دايخ خلقه مالي الملل كتير، ضجر بينقال عليها هيك. يلي بعدها sauer، sauer زوا معناتها انه حدا كتير معصب هيك وغاضب يعني، تمام. هلا بنروح للكلمات الثانيه اللي بعدها. عندنا هون اول كلمه دي شتيرن غونزل، دي شتيرن غونزل هي معناتها انه واحد مكتوب هون قطب الجبين، يعني انه واحد عابس عبوس، تمام. يلي بعدها unsympathisch، unsympathisch هي معناتها انه حدا دمه تقيل، يعني تقعد مثلا معه تلاقي هيك دمه تقيل يعني، ما بينهضم، ما بينهال عنه هيك يعني. يلي بعدها verzweifelt، verzweifelt هي معناتها انه حدا يأسان، يأس.
يلي بعدها نايدش نايدش، هاي معناتها انه شخص حسود. الله يبعده عنا وعنكم يا سيدنا محمد يا رب. يلي بعدها أونجيدولديش أونجيدولديش، هاي معناتها انه شخص ما له صبور، على طول هيك عجول، ما بيصبر، عجول. تمام. يلي بعدها أروغانت أروغانت، هاي معناتها انه شخص متكبر. الله هيك كبرنا نفس يا رب. اللي بعدها انتوليرانت انتوليرانت، هاي معناتها انه شخص يعني ما له متسامح، ما بيسامح، انه شخص انه حقود، يعني بيضله انه ما بيسامح. تمام، شايفين شو مكتوب هون؟ غير متسامح. يلي بعدها زنزيبل زنزيبل، هاي معناتها انه شخص حساس. تمام، انه حدا حساس يعني. تمام، بنقال عنه مثلا انه حساس، بنقال عنه انه ارست زنزيبل. تمام، اللي هو ارست اللي هو تعريف الأداة اللي هو. تمام تمام، هلا هذول الكلمات بنكون احنا خلصنا اليوم، اللي هو مثل ما حكينا اخر درس من منشن بشغايبن. تمام، اللي هو وصف الناس. شفتوا الفيديوهات عنا من الواحد للستة، هلا هذول الفيديوهات اللي بيحكوا عن الناس وعن الاشخاص. في كتير كلمات يعني حكيناها، بامكانكم تفوتوا على الفيديوهات الموجودة عندي بالقناة، مكتوبين كل درس بدرسه، 1 2 3 4، بتتابعوا اللي بدكم اياه. تمام، هذا كان درسي لليوم، بتمنى ان شاء الله اكون شرحت لكم بطريقة سلسة وتستفادوا من الشيء اللي عم نقدمه ان شاء الله. تمام، بتشكركم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك وتفعلوا لنا زر الجرس مشان كل ما ينزل شيء جديد يوصلكم بإذن الله. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.